مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الفترة الإخبارية المسائية. إلى أولى مواضيعنا لنهار اليوم، استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة استقبل رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق أول محمد علي الحداد بمقر وزارة الدفاع الوطني. وهذا اللقاء طبعا الذي جرى بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع وقادة القوات وقادة الدرك الوطني، أيضا مديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني ومسؤولين عن وزارة الدفاع الليبية. أكد خلاله الفريق أول أكد على أهمية تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والأوضاع في المنطقة الإقليمية والوقوف على مدى تطور التعاون الثنائي. دعونا نتابع مشاهدين هذا التصريح. إن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين كان دوما يشكل فرصا سانحة لتبادل وجهات النظر والوقوف على مدى تطور العلاقات بين البلدين والتطرق لسبل تطويرها وتعزيزها. في هذا الصدد أود التنويه بالمجهودات المبذولة من الطرفين للحفاظ على العلاقات التاريخية والثنائية بين بلدينا الشقيقين في هذا الظرف الحساس الذي تمر به منطقتنا على وجه العموم. فتاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يحتم علينا كمسؤولين في كلا البلدين أن نعمل سوياً لتسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزع استقرارها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة على توفير الآليات. دعونا كذلك مشاهدينا نتابع كلمة رئيس الأركان الليبي، نتابع. العلاقات الليبية الجزائرية لها جذور عميقة في التاريخ، فمثلما كانت ليبيا سند للجزائر وشعبها أثناء مقاومة الاستعمار الفرنسي، فإن الجزائر سندا دائما إلى ليبيا، فقد ارتبط بلدينا بعلاقات تاريخية قلما نجدها في أي مكان بالعالم. للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا اللقاء وهذه المباحثات، دعونا نربط الاتصال بالخبير الأمني الأستاذ أحمد ميزا، يلتحق بنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ. الخير، مرحبا، اهلا وسهلا. لا يمكنني سماع الاستاذ ميزاب بشكل جيد. طيب استاذ احمد ميزاب، بدايه حدثنا عن اهميه هذا اللقاء الذي جمع اليوم رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق اول سعيد شنقريحه برئيس الاركان الليبيه الذي يحل في الجزائر رفقه وفد هام، تفضل. خليني أقول بأن هذا اللقاء هو يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي تعرفها الجزائر باعتبار أنها دولة محورية وكذلك مركزية في محيطها الإقليمي، وهذا الإطار هو فرصة أولا في إطار تبادل وجهات النظر وفي إطار كذلك تقييم مستوى العلاقات الثنائية وكذلك اعطاء تصور او نظرة لطبيعة الأزمات الموجودة في المنطقة وكيفية بلورة تصورات مشتركة من اجل صناعة الاستقرار وكذلك تعزيز التعاون على كافة المستويات، باعتبار انه نتحدث على ان هذه الزيارة هي تأتي اولا في إطار تأكيد مبدأ حسن الجوار، وهو المفهوم الذي أصبح يفتقد نوعا ما توازناته في المنطقة من بعض الأطراف التي تضرب بعرض الحائط هذا المفهوم وتسير بفكر توسعي لا يراعي مبدأ حسن الجوار ولا يراعي كذلك الاستقرار في المنطقة. ومن ناحية الثانية كذلك هو تأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي لها ارتباطات متعددة الأبعاد، وفي ذات السياق كذلك هو تأكيد على دور الجزائر في إطار جهودها الدبلوماسية المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفضيل الحلول السلمية في إطار صناعة الاستقرار. بالتالي هي زيارة سانحة لتأكيد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد كذلك الدور المحوري
الذي تلعبه الجزائر، وكذلك استعراض للتطورات الإقليمية الحاصلة على كافة المستويات، وبالتالي هي تأتي في إطار تكريس هذه الأبعاد، وفي كذلك تأكيد مجموع من الرسائل الهامة، وهو تمسك الجزائر بثوابتها خاصة حيال الأزمة الليبية، باعتبار أن الجزائر طالما تنادي أولا بالتسوية السياسية وفق ورقة متكاملة في إطار الحوار الليبي، وكذلك تأكيد الثلاث المرتكزات الأساسية: وحدة الدولة، وحدة المؤسسات، ووحدة كذلك الشعب الليبي. فبالتالي هي تأتي في إطار تكريس هذا المبدأ، وتأكيد كذلك على الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في هذا السياق وهذا المستوى. طيب، كان في إشارة إلى التعاون ما بين الجانبين الجزائري والليبي فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، ما هو الدور الذي يلعبه هذا التعاون في إطار الحفاظ على أمن المنطقة برمتها واستقرارها ليس فقط البلدين؟ لا، خليني أقول بأنه أولا الجزائر وليبيا تجمعهم اتفاقيات، وفي إطار التعاون وفي إطار كذلك التنسيق وحتى كذلك في مجال الدعم الفني، وبالتالي أعتقد بأن المنطقة هي تشهد مجموعة من التحولات العميقة وكذلك تصاعد طبيعة التحديات على كافة المستويات، وبالتالي يستوجب أن يكون هنالك تنسيق وتكثيف كذلك الجهود الجماعية في إطار درء ومواجهة هذه التحديات الإقليمية التي تمس بأمن واستقرار المنطقة. ولا ننسى بأن الجزائر رافعت على مستويات مختلفة، سواء كان على مستوى الجامعة العربية أو على مستوى كذلك الاتحاد الإفريقي، في إطار بلورة مقاربات إقليمية من أجل مجابهة ومحاربة كافة أشكال الجريمة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المشترك. وبالتالي أعتقد بأن هذا اللقاء هو يأتي في إطار تأكيد هذا المبدأ، بأن البعد الإقليمي يأخذ حيزا هاما ويأخذ حيزا كذلك حيويا في مجموع المشاورات وكذلك النقاشات الثنائية ما بين البلدين، باعتبار أننا نتحدث على أننا نتقاسم حدود مشتركة على المستوى الثنائي، وكذلك أننا نتواجد في منطقة الساحل الإفريقي، ومنطقة الساحل الإفريقي معروفة من خلال طبيعة التحديات والمخاطر والتهديدات والتي تتغذى من مختلف الأزمات، وبالتالي توحيد الجهود وتصويب كذلك النظر في إطار تعزيز مقاربات مشتركة يهدف إلى عمل مشترك على مستويات مختلفة في إطار حد من هذه المخاطر، والعمل كذلك سويا في إطار مقاربة إقليمية متكاملة من أجل مجابهة مختلف هذه الأخطار، وكذلك النهوض بآليات عملية فعالة لتحسين من الوضع الموجود في المنطقة وصناعة الاستقرار بأبعاده المختلفة. لذلك أعتقد بأن النقاش دار في هذا السياق، وهو يؤكد عزم البلدين وعزم الطرفين كذلك في السير قدما نحو العمل المشترك في إطار مواجهة مختلف التحديات الموجودة على المستوى الإقليمي، من خلال نظرة مشتركة، من خلال كذلك تحليل لطبيعة هذه الأوضاع، وتحديد كذلك المسارات والخطوات التي يمكن اتخاذها أو اتباعها من أجل تحقيق هذه الأهداف. نعم، طيب، ما هو ربما الأمر أو ما هو الدور الذي ستحققه المقاربة الجزائرية، وإلى أي مدى يعتمد الجانب الليبي عليها، خاصة بعد ثبوت نجاح وإجماع على أن المقاربة الجزائرية في مجال السلم والمصالحة ومكافحة الإرهاب كذلك قد أثبتت نجاعتها ولاقت أيضا إطراء العديد من الدول والمنظمات الحقوقية في العالم الأمنية؟ خليني أقول باللي المقاربة الجزائرية يشهد لها أولا بأنها مقاربة واقعية وكذلك وازنة، هذا بإشادة دولية في هذا المجال، وتأكيد في أكثر من تقرير وفي أكثر كذلك من تصريح على أنه يمكن تصدير المقاربة الجزائرية والاستفادة منها على المستوى الإقليمي. من الناحية الثانية، أن المقاربة الجزائرية تسعى في إطار تحييد المنطقة من منطقة التدخلات الخارجية ومن منطقة كذلك إدارة الأزمات في المنطقة الذي أثر بشكل كبير جدا على الاستقرار، ومن ناحية أخرى كذلك أنه يأتي في إطار تعزيز أولا دعم الدول في إطار مجابهة مختلف التحديات الأمنية من خلال مقاربة
إقليمية مشتركة ينخرط فيها الجميع وتحقق كذلك أهداف استراتيجية متقدمة في إطار صناعة الاستقرار وكذلك تحقيق مبدأ التنمية. وبالتالي أعتقد بأن الجانب الليبي يعي جيدا أهمية المقاربة الجزائرية وكذلك أهمية الدور الجزائري خاصة بالنسبة للأزمة الليبية باعتبار أن الجزائر لم تتورط في الأزمة الليبية لا من بعيد ولا من قريب وليست لها مصالح ضيقة في الأزمة الليبية وإنما دورها دور إيجابي ودور كذلك فاعل على كافة المستويات. وبالتالي تأكيد أهمية الطرح الجزائري والانخراط في المقاربة الجزائرية هو تعزيز لهذا المبدأ وهو كذلك صمام أمان في إطار تحقيق خطوات متقدمة نحو الأمام من أجل الحفاظ على التماسك والحفاظ كذلك على مبدأ وحدة الدول وسلامة الدول وتغليب الحلول السلمية الداخلية على مبدأ التدخلات الخارجية أو على مبدأ التوظيف السلبي لهذه الأزمات. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد مزاب الخبير الأمني، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك. شكرا جزيلا لك.